افضل ممثله النجمه الجميله منى زكي عن مسلسل تحت الوصايه. بس شرف كبير ان انا اخد الجايزة من إلهام. بموت فيكي، اتعلمت منك كتير واتعلمت حب الفن وصراحتك وحاجات كتير اتعلمتها منك. بحبك قوي قوي من اول القتل اللذيذ، وقد ايه كنتي محتضناني وبعشقك يا إلهام والله العظيم. واتعلمت كتير قوي من الجيل اللي سبقنا، ومش بس إلهام يعني، بجد كل حد اشتغلت معاه اتعلمت منه. انا بس الجائزه دي نفسي اديها لشاكر واقول له بجد لولايا انا ما كنتش هاخد الجائزه دي. واشكر طبعا ميديا هاب والمتحده وكل اللي اشتغلوا معايا في المسلسل، يعني لولا ان انا البارتنرز اللي قدامي الممثلين اللي قدامي جامدين كده انا ما كنتش هبقى كويسه. فبجد شكرا شاكر، بحبك قوي وشكرا قوي 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 على كل حاجه. شكرا. يعني غمرتوني بحبكم ومتشكره قوي قوي، وخفت قوي قوي من اللي جاي اكتر بكتير بسبب اللي حصل ده، بس ربنا يا رب يكرم ان شاء الله في اللي جاي. متشكره بجد جدا من قلبي حقيقي. شكرا.